طيب كابتن عبد الجليل، روي فيتوريا مدير فني لمنتخب مصر، مدرب برتغالي بعد شويه صبر كده حلوين جالنا مدير فني اسم كبير مدربين الصف الاول في البرتغال، رايك في الاختيار؟ والاهم بالنسبه لي رايك في الاربع سنين، في تجديد اربع سنين العقد اربع سنين. والله بص يا كابتن، كالتأني ان ينقوا حد انا كنت فاكر ان مش لاقيين، اتضح لا ان هم يعني بصراحه برضو الحق يتقال على حازم وبركات بالذات ان اتأنوا قوي وربنا كرمهم، لان الراجل ده السي في بتاعه قوي، درب في اوروبا في الاول كتير وبنفيكا وخد بطولات، وبعدين في النصر السعودي لا عمل نتائج، خد دوري وسوبر ودوري وسوبر وخد واخد دوري من الهلال، وكان الهلال فرق 6 نقط والهلال هلال يعني. فسيبك بقى من النتائج والحاجات، اربع سنين حاجه ممتازه، ولكن وحط ولكن تحتها 3 شروط. هيسيبوه يشتغل؟ يا ريت اما بعد الشر يتغلب ماتش ولا 2 يسيبوه يبني فرقه، حتى لو ما جيناش يعني نجني الثمار دي في سنه او 2 افتكر كلام ان احنا هنبقى عاملين فرقه. فاتمنى المسانده ليه، واربع سنين قرار ممتاز بس يشتغل ويسندوه جامد في الاربع سنين اللي هم موجودين فيها. حتى لو الراي العام اتقلب عليهم 180 درجه يصمدوا شويه. هايل. ليه؟ ممكن يطلع ان الراي العام غلط. ما هو استعجله في حسام بدري وايهاب جلال، معلش. انما انا شايف المره دي هيبقوا في ظهره.